اسمه العدة يلا يا مودي تاخذ الورش اللي تحت ها ربك بفرجها شو توقع يجي ولد ولا بنت؟ الله أعلم. أمي كانت تقول إذا ظلك نايمة طلعنا ولد، ظلتك نايمة طلع ضياء. دكتور إخوان، خرج دكتور ضياء. لازم. بس يقبضوني مصاري. درادي. أم الأربعة جال على البنزين. هو قداش دي قبضونه؟ أبو ضياء. أبو ضياء. طب ما سووها الثالث سنة سنة وراء ليش يعني هذه السنة هنا؟ ليس أمور طبيعية حتى لو اسمع رقم لي 1400 لا بقى صعب والله صعب يوم أنا مش بقول لك طب أنت هسه لو المسكت جاك المولود شو بدك تساوي؟ أقسم بالله بقول لك هذا الحكي كاملة ابعد هذا اللي كلياته موجود ابعده كلياته وفاهمني شو بحكي ابعده ويا ريت والله العظيم بدع من الله إني أكلت لي طلقة من هالطلقات وموتت تعرف ليش؟ لأني أنا موتت في الحياة لا يا إخوان كيف حالك؟ زلمة واحد يتعبني أنا المدير هاي سيبك